بأكوام من القمامة تستقبلك طرقات مدينة تعز، مجاري السيول الرئيسية، عشرات القنوات الإسمنتية الخاصة بتصريف المياه من تحت الجسور الصغيرة في هذه المدينة الجبلية باتت مسدودة. تراكمت هذه النفايات على مدى سنوات الحرب وأصبحت مصدراً ظاهراً للأمراض والأوبئة مع توقف الخدمات العامة وتعطل قنوات مياه الصرف الصحي. سكان تعز لا يهددهم الموت من الرصاص والحصار فقط، بل أوبئة مثل الكوليرا والخناق وحمى التيفود التي فاقمت القمامة من انتشارها. أما عن دور الإدارة المحلية في تعز فقد حاولت تشغيل فرق النظافة والقيام بحملات للنظافة، لكن الموارد المحدودة غير الكافية وانقطاع مرتبات العاملين في النظافة جعل من المهمة غاية في الصعوبة. مدير وحدة المياه والصرف الصحي في مدينة تعز بدري محمد حسن قال إن المباني والمستودعات وآبار المياه والعربات التي كانت توفر احتياجات سكان تعز باتت معطلة بالكامل وخارجة عن الخدمة. تكدسات القمامة يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة داخل المدينة إلى جانب الروائح الكريهة، بل يؤدي ذلك إلى حرق هذه القمامات فيؤدي إلى تلويث الهواء نتيجة انتشار ثاني أكسيد الكربون، مما يؤثر على صحة الإنسان سواء في الجهاز التنفسي أو بالنسبة لانتشار الأوبئة في الدم. تعيش تعز إذن الكوارث واحدة تلو الأخرى، من أكثرها خطورة على المدى البعيد هذه النفايات المتكدسة في كل مكان والتي تنذر بكارثة بيئية تضاف إلى ما تعيشه المدينة الآن من حصار مطبق عليها.